معالي الوزير والأخ العزيز الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة، السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير. اسمحوا لي بداية أن أنقل لحضراتكم تحيات الدكتور شو دونغ يو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وأطيب تمنياتي لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة 2021 كل النجاح والتوفيق. كما تشرف بتهنئة جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة على جهودها المستمرة لوضع ندرة المياه والإدارة المستدامة للمياه على رأس جداول الأعمال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. جميعنا يعلم أن ندرة المياه في المنطقة العربية تشكل تحدياً كبيراً ليس فقط على مستوى تقديم الخدمات إمدادات المياه للأغراض المختلفة كالشرب والري، ولكن الأهم يتمثل فيما يترتب على هذه الندرة من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة والمستدامة. لقد تناقص متوسط نصيب الفرد السنوي في المياه المتجددة في المنطقة العربية بحوالي 75% خلال الفترة من 1962 إلى سنة 2017، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التناقص ليصل إلى ما دون عتبة 500 متر مكعب خلال الثلاثة عقود القادمة، الأمر الذي يمثل عائقاً حقيقياً للتنمية، خاصة إذا ما علمنا أن 14 دولة عربية تقع في الوقت الحالي ضمن أعلى معدلات الإجهاد المائي على مستوى العالم، وأن 60% من سكان المنطقة و70% من النشاط الاقتصادي يتمركز في المناطق الأكثر عرضة وتأثراً بندرة المياه. في هذا الإطار تشير الشواهد والأدلة أيضاً إلى تفاقم ندرة المياه بسبب تأثيرات التغير المناخ من خلال زيادة تقلبات نمط هطول الأمطار وتناقص جريان المياه السطحية واستنزاف المياه الجوفية وتواتر فترات الجفاف والفيضانات وتأثر إنتاجية المحاصيل الزراعية في العديد من الدول المنطقة. وتقدر تقارير العواقب الاقتصادية المترتبة على ندرة المياه بسبب تغير المناخ إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بين 6% و14% بحلول العام 2050. إضافة إلى تغير المناخ، سيواصل النمو السكاني والتوسع الحضري فرض ضغوط إضافية على المياه والأراضي والنظم الأيكولوجية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود وتنسيقها للخروج بحلول تكاملية تستفيد من التقدم التكنولوجي وفرص الشراكة والتعاون مع شركاء التنمية والاستفادة من آليات التمويل المتاحة. سيعاني قطاع الزراعة تحديداً الذي يستهلك أكثر من 85% من موارد المياه من صعوبات في الحفاظ على حصته من المياه في ظل استمرار الطلب المتزايد على المياه للاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى في قطاعات مثل الصناعة والسياحة، وبدون نهج تكاملي في التعامل مع الأمن المائي والغذائي يمكن لتناقص المياه المخصصة للزراعة أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على استيراد الأغذية وانخفاض سبل العيش لفقراء المناطق الريفية وارتفاع معدلات البطالة والهجرة إلى المدن. ولا شك بأن ندرة المياه تمثل تحدياً في طريق تحقيق غايات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه، والذي بدونه سيكون من الصعوبة بمكان تحقيق الهدف الأول المتمثل بالقضاء على الفقر، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وسوء التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. ودون إحراز تقدم في تحقيق الهدفين الأول والثاني، فإن جدول أعمال التنمية المستدامة يصبح بأكمله مهدداً بالخطر.
تشير تقديرات ما قبل جائحة كوفيد 19 أن 51.5 مليون شخص أو 12% من السكان كانوا يعانون من الجوع في المنطقة العربية، بزيادة قدرها 1.1 مليون شخص عن الفترة السابقة للعام 2019. وإذا ما استمر المعدل بنفس الوتيرة السابقة فإن عدد الأشخاص المتضررين من الجوع سيتجاوز 75 مليون بحلول عام 2030. وعليه فإن من غير المرجح أن تحقق المنطقة هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع، كما سيؤدي تأثير الجائحة على اقتصاد المنطقة إلى تأثيرات وتحديات إضافية تحول دون تحقيق هذا الهدف. سيدات والسادة، بالرغم من هذه الصورة كثيرة التحديات والصعوبات، نلاحظ أن العديد من دول المنطقة يتجه نحو اعتماد وتنفيذ سياسات إصلاحية وبرامج مائية في الاتجاه الصحيح، حيث تعمل الدول على اعتماد أدوات ونهج المحاسبة المائية في التخطيط ورفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم الإنتاجية المائية في القطاع الزراعي والاهتمام بالزراعة المطرية، ناهيك عن الاستثمار في تطوير موارد المياه غير التقليدية كتحلية المياه المالحة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة. وفي هذا الإطار نشاهد في مصر أمثلة كثيرة على ذلك، ليس آخرها افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومشروع تبطين الترع وغيرها من المشروعات الناجحة التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية. وفي سبيل تعزيز استدامة الموارد المائية تقوم كثير من الدول في المنطقة العربية بوضع سياسات جديدة لمواجهة تحدي نقص الموارد المائية. نجد أيضا منها بعض المبادرات والسياسات التي بادرت بها المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي استثمرت الكثير في تحلية مياه البحر لتوفير موارد إضافية للاحتياجات المائية، بالإضافة إلى أنشطة كثيرة في العديد من الدول التي لا يسمح الوقت هنا لسردها بالتفصيل. في وقت سابق من هذا العام اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة إطاراً استراتيجياً جديداً يسعى إلى دعم خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، والتأكيد على عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الإطار تقوم الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من خلال المبادرة الإقليمية لندرة المياه بدعم جهود دول المنطقة من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.